اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. مكملين في الملف بتاعنا ليس كمثله شيء، وضيفنا النهارده الشيخ نادي سعيد من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك. أهلاً يا شيخ نادي، ربنا يبارك في حضرتك وفي علمك دايما يا رب. لما نيجي نتكلم عن اسم الله المدبر، ربنا قال يدبر الامر وهو اللطيف الخبير. الحقيقه ان ادراك معنى الاسم ده هو ادراك لمعاني الايمان وحقيقه معنى الايمان. مليان تفاصيل كتيرة قوي، بس خلينا قبل ما نبدأ فيها نعرف بشكل عام المقصود باسم الله المدبر. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا نظير له، ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له. سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونشهد أن سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس. أما بعد، نقول من أركان الإيمان التي عرفها سيدنا رسول الله في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالتدبير يطلق ويراد به التقدير. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل شيء في الأزل. وعندما نتطرق لكلمة القدر وحدها نجد أن معناها تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله، على حسب علم الله، أو جعل كل شيء على ما هو عليه. لذلك ربي في القرآن يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء، كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه بتقديره وتدبيره ومشيئته، لا دخل لأحد. سبحانه وتعالى خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فينبغي أن نفهم أولا أن القاعدة الأولى التي ينبغي أن ترسخ في قلوبنا أن الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء في الأزل. ما شاء الله في الأزل كان، وما لم يشأ لم يكن. ولذلك رسول الله عندما قال وأن تؤمن، تأكيد بالقدر، يعني معناه أن تصدق تصديقا لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بتقديره وبمشيئته وتدبيره. ومشيئة الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. هذه القاعدة الأولى. دي القاعدة الأولى. إحنا لما نيجي نتكلم عن قضية يدبر الأمر، وإن نعم، ربنا خلقكم وما تعملون، نعم، القصة دي بتعمل لنا لخبطة شوية في قضية الإنسان مسير ولا مخير، وهو موضوع عميق جدا، لكن احنا مهم نبسطه لان بيه بنفهم يعني اشكاليات كتيره قوي بتبقى عامله لنا ازمه في حياتنا. هو انا انسان خلاص مسير كل شيء بخلق الله، فانا ذنوبي ماليش دخل فيها، ولا انا انسان مخير فانا كل اموري انا بارادتي، فليه ربنا هنا بيدبر ده انا اللي بدبر؟ اللخبطه دي مهم توضيحها، لانها بيها نفهم ايه المقصود باسم الله المدبر. وخلينا نقول ان في قاعده هي من الثوابت وحضرتك وضحها لنا يا شيخ نادي، ان الله لن يحاسبنا الا على اختياراتنا وفق ارادتنا. فعايزين نتكلم عن المعنى ده قبل ما ندخل في باقي التفاصيل. اولا نقول، وهذه قاعده مهمه انا حابب يعني اقعد الحلقه عشان الجمهور ما يسرحش. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان ربنا سبحانه وتعالى له مشيئه، ومشيئة الله أزلية. كلمة أزلية معناها لا تتغير ولا تتبدل، هذا أمر نتفق عليه. تمام. لا تتغير ولا تتبدل. والعبد له مشيئة، العبد له مشيئة، له اختيار، لكن مشيئة العبد حادثة مخلوقة، وشتان شتان بين الخالق والمخلوق. هذا معنى ملخص. إذن العبد له اختيار في قضية الإنسان مسير ولا مخير، العبد له اختيار وله مشيئة، لكن تحت مشيئة الله وتحت اختيار الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقول ربنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا الفهم ينبغي أن يرسخ في أذهاننا بلا يعني تشتت، وإنه الإنسان هل هو
مسير ولا مخير؟ هل هو مجبور كالريشة يحركها الهواء كيفما شاء، أم هل هو يعني يفعل ما يحلو له ويخلق فعل نفسه كما زعمت فرقة من الفرق أن الإنسان يخلق فعل نفسه؟ إذن أهل السنة، وهذا اعتقادنا وهذا الذي تعلمناه من الأزهر الشريف الذي ينبغي أن يرسخ في قلوبنا، أن الإنسان له اختيار وله مشيئة، لكن تحت مشيئة الله وتحت اختيار الله سبحانه وتعالى. إذن العبد ليس له إلا أن يكتسب الفعل اكتسابا، يوجه القلب نحو الفعل، فالله سبحانه وتعالى يخلق الفعل، يخلق الهداية أو يخلق الضلالة، يخلق الإيمان أو يخلق الكفر، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. لذلك كلمة القدر تطلق ويراد بها صفة الله التي تعني التقدير والتدبير، وتطلق ويراد بها المقدور. لذلك الرسول قال خيره وشره، خيره وشره الضمير يعود على القدر، لكن ليس بمعنى صفة الله وإنما بمعنى المقدور المخلوق. طيب خلينا علشان نوضح النقطة أو القاعدة اللي حضرتك اتكلمت فيها، هنروح لجزئية مهمة قوي هتوضح إشكالية مهمة. الملائكة مجبولين على الطاعة، وربنا خلق الإنسان كرمه بعقل، يعني أكتر تكريم ميز عقل الإنسان إن هو قدرته على الاختيار والحكمة، إن عقل الإنسان يختار علشان يعبد ربنا بإرادته. فخلينا نقول إن مشيئة الله، مشيئة الله في الإنسان إنه خلق له تقنية الاختيار وداله الفرصة بتقنية الاختيار دي إنه يختار، وهو ده اختباره في الدنيا. عايزين نوضح ده والفرق بين عبادة الملائكة وعبادة الإنسان. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الملائكة قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن هم جبلوا على طاعة الله، ليس لهم اختيار إلا طاعة الله، لكن الإنسان له أن يختار الطاعة وله أن يختار المعصية، له أن يختار الإيمان وله أن يختار الكفر، واختياره للطاعة بتقدير الله وبخلق الله، لأن ربنا خلق القانون. نعم. ده نعم، خلق هذا الاختيار، كوني أنا اخترت طريق الطاعة، إذن الله سبحانه وتعالى شاء لي في الأزل واختار لي وقدر لي أن أختار الطاعة. وليس هذا معناه، لأن بعض الناس هذه يعني إشكال وجيز يطرأ، كيف الله سبحانه وتعالى شاء وبالنهاية يعذب الكفار على كفرهم ويعذب العصاة على معصيتهم؟ هذه إشكالية. نرد على هذه الإشكالية بقولنا أن الإنسان له اختيار، وإن كان هذا الاختيار تحت اختيار الله وهو من خلق الله سبحانه وتعالى، إلا أنه له اختيار. دي جزئية. دي خلينا ممكن نوضحها بمثال في الدنيا. حد اخترع سكينة. نعم. في اللي هيستخدم السكينة دي باختياره هيقتل بيها، أو في حد هيستخدمها استخدامات سليمة. نعم. فهي طبعا ولله المثل الأعلى، فهي القصة إن ربنا خلق الاختيار. نعم. النقطة الثانية اللي هي عشان المعنى يتضح، أنه ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى شاء الكفر أو شاء المعصية ليس معناه أنه أمر بالكفر، وليس معناه أنه رضي بالكفر، وليس معناه أنه أحب الكفر. ثلاث حاجات دي مهمة جدا توضيحها يا شيخ نادي. ليس معنى أن الله شاء للكافر أن يكفر أنه أمر بالكفر. الله ما أمر بالكفر وما أحب الكفر وما رضي بالكفر. ده نهى عنه ونزل رسل وكتب سماوية تقول لنا بلاء الكفر لا. إن الله لا يحب الكافرين. صح. وقال في القرآن ولا يرضى لعباده الكفر، هذه آية صريحة. بالضبط. إذن المبدأ الذي ينبغي أن نسير عليه، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه آية واضحة صريحة. والآية الأخرى عندما قال ربنا على لسان سيدنا موسى، وهذه آية مهمة، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. هذه الآية ما هي مناسبتها حتى يعني يفهم السادة المشاهدين؟ سيدنا موسى خرج لمناجاة الله سبحانه وتعالى، كلم ربه كلاما ليس ككلامنا، ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة،
وترك سيدنا هارون خليفة على قومه. وإذ به بعد 40 ليلة يعود إلى قومه فوجدهم عبدوا العجل إلا قلة قليلة. هذا أمر مفهوم. ثم إذ به يختار 70 رجلا لمناجاة الله سبحانه وتعالى. اختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة اهتزت بهم الأرض. قال ربي لو شئت أهلكتهم وإياي، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ وإذ به ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هي، على لساني، إن هي إلا فتنتك، الضمير عائد على مين؟ على ربنا سبحانه وتعالى. إن هي إلا فتنتك تضل بها، من الذي يضل؟ الله. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. إذن الضلالة والهداية يعودان إلى الله سبحانه وتعالى على معنى إيش؟ على معنى خلق الهداية وخلق الضلالة. إن الأصل فيه شر وخير في الدنيا. نعم. والأصل فيه هداية وفيه ضلال. نعم. والأصل فيه عقل ربنا خلقه عنده القدرة على الاختيار بين كل ده. فالمشيئة جاية من هنا، لكن أنت في النهاية كعبد هتختار ما بين كل ده. نعم. يعني هي مهم توضيح تفاصيل. نعم. دي لانها فعلا بتعمل لنا لخبطه، ما نبقاش فاهمينها، وانا عليا ايه وانا مسير ولا مخير. فخلي